الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العنوان الذي ذكر، وكما هو معلوم عندكم، جزء من آيات من سورة ياسين. وقبل الدخول في هذه الآيات، أذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة لنا إن قمنا بما في هذا الحديث من الأعمال الصالحة. وهو في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. والآيات دي قبلية في آيات وبعدها في آيات. رب العزة والجلال قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ودي مدينة من المدن، والدليل على أنها مدينة قوله تعالى: وجاء من أقصى شنو؟ المدينة. بعدين القرية دي أو المدينة دي أرسل الله إليها رسولين، وعزز الرسولين برسول ثالث، فكان مجموع الرسل ثلاثة رسل إلى مدينة من المدن. وهذا يدل على أن الله تعالى ما ترك للعباد حجة، فإذا كانت هذه مدينة أرسل الله إليها من الرسل ثلاثة، فالله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعدين تعال شوف الناس ذيل قابلوا الرسل كيف، بدل يصدقوا الأخبار ويتبعوا الأحكام وينقادوا لأمر هؤلاء الرسل الذي جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، خالفوا هؤلاء الرسل وردوا دعوتهم بل وهددوهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ودي فائدة، الزول في الدعوة دي يبلغ بلاغا مبينا واضحا، مش كلام المستمع ما يفهمك انت بتقصد شنو ودائر تقول شنو وكلامك ما واضح. السودان ده بالذات ما داير بيفوق، داير طوالي تحت بيفوق كذي ما بتنفع،
والله إلا مرات يعني في بعض الناس، لكن في العقيدة دي داير كلام شنو؟ فصل وكلام واضح. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام كانت دعوته واضحة، وما على الرسول إلا البلاغ شنو؟ قال البلاغ زاي ولا البلاغ المبين؟ البلاغ المبين. شكل أبو سفيان قبل ما يسلم لما سأله هرقل في صحيح البخاري وفي غيره قال إلى ماذا يدعوكم؟ قال يقول، والوقت ذاك كان على الكفر قبل أن يسلم أبو سفيان، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، أو كما قال رضي الله عنه، أي رضي الله عنه بعد إسلامه. فإنت إذا كان الوقت ذاك كان على الكفر وفيهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما انفصل فيها، فيبقى العدو يفهم دعوتك والقريب يفهم دعوتك، والدعوة دي ما فيها غموض، دعوة واضحة والله الذي لا إله غيره. إذا صح التعبير واحد زائد واحد بيساوي شنو؟ بيساوي اثنين، ما فيها سين في النص ولا صاد ولا تربيع عشان تجازفها بغادي وبجاد، دعوة واضحة لا فيها أسرار. طبعا نحن قالوا لنا ما تجيبوا أسماء، ماذا نجيب اسم يزول؟ لا فيها سر لا رمز حماية لا أي شيء، دعوة واضحة جدا، وكتاب وسنة بفهم السلف، الله واحد دي دار لا سي مشكلة، الله واحد، واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا في المساجد واعملوا الأوامر واجتنبوا النواهي، ما في كلام غامض ولا شيء ولا في حاجات بالدس. والاجتماع وكان ما حضرته من أحلق لك صلعة، ما في صلعة شعر قاعد، ما كلام فارغ ساي، والله الذي لا إله غيره. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، القوم قالوا لهؤلاء الرسل إنا تطيرنا بكم، تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم، يعني تجيتونا معناه الشر بيجي والمشاكل بتجي والله. ودي أسيب قولها للدعاة إلى الله تعالى، قول لك والله كنا هادين مما جونا صلى واحد ديل الشكلة بدت والخلاف بدأ، تمشي بعض المساجد تلقى ورقة معلقة هنا في الأسطوب ده بيجاي، تمشي بعد سراج تمشي قدام غرب غريب في مسجد في الناصية، ديل كاتبين كلام ذاته يضحك والله، والدناير ده شال لنا صورها، تلا صورها دي ما فيها روح صورها، وكلام كثير جدا، بعدين صورها بعدين اليافطة فيها كلام يضحك ذاته. ناس في مسجد الزول المسجد ده الله قال في بيوت شنو؟ أذن الله، مش في إذن تتكلم، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، لقينا مكتوب في اليافطة أول شيء على المتحدث أن يعرف نفسه، تذكر اسمك رباعي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، تقول دار تسجل في الكفالة، بعدين نمرة اثنين قال الحالة الاجتماعية، والذي رفع السماء، يعني انتوا ناس الداخلية دي جد ما تتكلموا لأنكم عزابة والله، قال الحالة الاجتماعية أنا ما أعرف ده بيت مأذون ولا جامع، والوضع الأوضاع برضو لقيت مكتوب الأوضاع، والذي رفع السماء، وأن لا يزيد الكلام على نصف ساعة، متضايقين ما داري يتحملوا ذاته، قال ما يزيد على نصف ساعة، وكلام كثير تاني ذكروه ما بداي وكلام طويل. فلذلك الآن يتشاءمون بالدعاة إلى الله كما كانوا يتشاءمون من قبل بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان من قبلهم يتشاءم بالدعاة إلى الله. والدعاة يا جماعة ما ناس مشاكل، والله الدعاة دارين الخير للناس، دارين الرحمة، دل بلم الأمة. الناس كانوا الأوس والخزرج والقبائل والأجناس ومشاكل، رسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة بقوا أخوان، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني قبل هذه الدعوة، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوانا. شكذي الفوزان في شرحه لشرح السنة للبربهاري قال: وهذه الأمة تجتمع بالتوحيد، الناس دي بتتلم بالتوحيد اللي بفرق الشرك والمعاصي، والذي رفع السماء بفرق الناس الشرك والمعاصي ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والبلم الناس دي تلجأ إلى الله وتتضرع لله وتوحد الله سبحانه وتعالى. لأن الليلة لو المسلمون في العالم المسجد ده مش ناس كتار، جاء واحد في الطرف هنا في الباب ده وقف قال: يا جماعة أنا شيخي ده خطوة هنا وخطوة في مكة أمسكوا فيه، قاموا جوزوا مشوا بقوا مع شيخه ده. واحد تاني بقى بيجاي قال: والله يا جماعة أنا شيخي ده بيقول لي شيك كن فيكون، كله في الكتب حافظينه بالصفحات، لكن ماذا نذكر اسم الموضوع ما طويل. بعدين بيجاي يوقف جوز وجروا معاه بيغادي، واحد بيغادي برضو قال أنا شيخي خطير ما برضو ما قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، ده واحد برضو مسكوا معاه بيغادي، ده بيجاي برضو اشتغل بيغادي سار الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش، في ناس تشتشوا معاه بيغادي. جاء واحد بيجاي وقف، أنا دار أوريك الفرق الأمة منه، واحد بيجاي وقف قال دخل بالياء، كلها قصائد موجودة، قال دخل بالياء طلع كيكي ما هو الفجل ما هو البامبي، هزيد الدين ولا ملجا مجا جزء مشو بيجاي، مش الأمة تفرقت، ده غير داك داك برضو جوقف بيجاي قال أقبل على دربنا إن كنت حيرانا، داري حيرك زيادة خشاك بيغادي، داك بيجاي يوقف برضو لابس لجل لابية مقلوبة وطاقية زي فتيل الريحة سنين بيفوق، قال كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية، برضو جراك بيغادي. الأمة دي ما تفرقت يا أمة، مش الجامع ده تفرق، أنا جيت وقفت في النص قلت لهم يا بتاعنا الشيخ تعالوا خلوا عقيدتكم في الله، الله براي والله أظن كلامك سمح، والله بيكون سمح أقول لك شو والله كلامك ده صح، جا وقف في النص البيجاي قلت لهم نادي الله واعتقد في الله العقيدة الصحيحة الله الكريم الرؤوف الرحمن الرحيم، جه بقى موحد، التالي الداك بقى موحد، الرابع الخامس السادس اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس دي ما تلمت مش منهج واحد، هو اسمه توحيد بيفرق، هو اسمه توحيد، توحيد يعني الله كم؟ الله واحد، دي بتفرق؟ عشان كده انا بستغرب لما نلقى في بعض المساجد يقول لك ممنوع الحديث في المسائل الخلافية، تقف تتكلم في الفقه مع انه في خلافات بين الفقهاء، وان كان الدين واحد والحق واحد واضح، تتكلم في مسألة فقهية ما بيسألوك، قول لهم لو زول قال مرتي طالق ثلاثة، قال لي مرته انت طالق ثلاثة، في بعض العلماء قالوا بتقع ثلاثة طلقات، وعلماء ثانيين قالوا لا تقع طلقة واحدة، لأنه أي طلقة عندها عدة، بعد العدة ثاني حتى تنتج شنو؟ الطلقة الثانية إلى آخره بتفصيل فقهي، تذكر أقوال الفقهاء وتقول لهم الراجح كذا والصحيح كذا، الجامع شت متكيف لك والله مولانا كلامك والله استفدنا منه، وتلقاهم شت ما في واحد طلق مرته لكن متكيفين، تمشي تركب البص تلقى الزول بتاع النكات يضحك فيهم بالكذب ساي، واحد شايقي والشايقية ما عندهم ذنب، واحد جعلي والجعلية ما عندهم ذنب، واحد أدروب واحد مين، مش بيجيبوا القبائل مش الناس ساكتة، يجيب قبيلة كاملة البص كله ساكت، ومرات يستهتر بقبيلة ما عندها أي ذنب
يستهتر بها، حاصل ولا ما حاصل؟ يسكت ساي، ما بقول له ما تتكلم في الناس، ولا بقول له وقف الشدة. انت تقف في المسجد تقول لهم يا ناس نادوا الله، ما تنادوا فلان، ولك اها ما تخش في الناس. والقبائل ديل جندب جابهم قبل شويه، ديل جندب ديل مع ناس ذاته. فلذلك الناس دي والذي رفع السماء الا من رحم الله، ضد الدعوه دي، ضد الدين. والدين ده واضح، الدين ده الله قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا شنو؟ السبل، يعني الطرق. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية دي لما نزلت رجع تفسير ابن كثير، ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الأرض، وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط أو قال هذا صراط الله، وخط عن جانبي الخط خطوطا أي صغارا، وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. أي طريق غير الطريق الحق، غير طريق الحق فيه شياطين بيدعو له. أنت اتبع طريق الحق وأبقى حر مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، وما تلتفت للمصبطين دل والناس اللي بيعادوا دعوة الله سبحانه وتعالى. والله ناس عجيبين، مسجد تلقاه مكتوب فيه مسجد فاطمة الزهراء، يعني بنته منه، مش بنته فاطمة؟ تخد جوا ما بتلقى فاطمة، ماتت. تلقى ناس جو ململمين، واحد يقول لك أنا رئيس اللجنة، اللجنة بتاعت النادي ولا هاتوا لجنة، والله لجنة المسجد ده، وأنت بتبقى لي فاطمة شنو البنته؟ والله ما أبقى لها، لكن هاتوا سكننا في الحي ده دون الرئاسة، رئاسة في المسجد. أنت بتصلي بينا؟ قاعد تصلي بالمسلمين أنت؟ لا لا. طيب بقوك رئيس ليه أنت ذاته؟ والله الذي لا إله غيره. واحد تلقاه بتاعت ريلا، تحت ريلا، يجي المسجد تلقاه يفتش الشجر بتاع المسجد، الوسخ يزحه ويجدعه برا، زول فيه خير، ان في لمبه مكسوره بتاعت ريبا تريلا يمشي يشتريها يعلق اللمبه، ده ما بدخله في اللجنه، يقول لك يا اخي ده بتاعت ريلا زاي، وده بتاع البراد، وده ولا بيجي الجامع ذاته الا مره مره، وده رئيس اللجنه، ده القوين ذاته. ويقول لك ممنوع الحديث الا بعد اذن قبل 42 ساعة، يعني انا دار اعمل عملية، انا دار اسوي نصيحة اذن كنو. وبعدين في ناس بيجوا مارين في المساجد دي لاقوا رئيس اللجنة وين ذاته وعرفوا كيف. والله ناس صلتوا على بيوت الله دي والذي رفع السماء، ودي مصائب ابتلينا بها، لكن نحن نصبر ونرسل اليهم رسالة لعلها تبلغهم. اي زول يقف ضد الدين ده والله ده الله بذله عاجلا او اجلا. قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا شنو؟ خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. فكيف قدام الدعوه يا اخي انت ضد دعوة الله سبحانه وتعالى عشان مصالح دنيوية، وعشان تجامل فلانا وعلانا، وعشان الحزب الفلاني والطائفة الفلانية؟ الله بيسألك، الله أقسم أربع قسم وراء بعض، قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لذي حجر أي لذي عقل، وسموه حجر لأنه بحجر عليه صاحبه ما يقع في الشيء القبيح. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، إرم بعضهم قال مدينة، وبعض المفسرين كما في تفسير ابن كثير قال هو جدهم عاد ابن عوس ابن إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني ثقبوا يعني قدوا، لأن الله قال وليضربن بخمورهن على شنو؟ جيوبهن، فتحة الرأس. جابوا الصخر مش معناه شالوه، جابوا الصخر معناه قدوه. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين،
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. جاء فيها تفسيران، الأوتاد أن جنده كانت هذه الجند بمثابة الوتد الذي يثبت عرشه فقلعه الله تعالى، الله انتهى منه. والتفسير الثاني وفرعون ذي الأوتاد كان يأتي بمن يخالفه فيضعه في الأوتاد فيعذبه. الذين طغوا في البلاد تجاوزوا الحد فأكثروا فيها الفساد، الله قال فصب عليهم ربك سوط عذاب. ليهم براهم؟ لا لا، قال إن ربك شنو؟ لبالمرصاد. كان مشيت عملت زي عمايلهم دي، الله قال لك إن ربك لبالمرصاد. الدين ده ما تقف ضده، انت توازر ناس الدين تعينهم يا أخي، والله تقف مع ناس الدين ما تقف ضدهم، ما تبقى في حزب، ما تبقى في لو جزوز قال لك سجل أبقى معانا، ما تبقى معه، ولا أنا حر بس كده براي كده بس، أنا سوداني وسوداني أنا تاني في شو ضمن الوادي بس، والله خليها ضمن الوادي، ولا أنا سوداني بس في الدين ده مسلم تاني في شنو زول في قبره بيسألوا من ربك؟ مش الله؟ ما دينك؟ بيقول شنو؟ بيقول أنا كنت مع ناس ديل، والله أنا كنت طبعا حقيقة يا منكر أنا كنت في هذه الأطر والخطة الخماسية، والله يديك مرة زبة في أضانك ولا في عينك تعرف حاجة. ما دينك؟ الإسلام. جواب واحد ما فيه لولو، بعدين بيسألوك ما دينك؟ أقعد لولو لو. وطبعا نحن وعندنا بطاقة بنخش أي محل، بطاقتك دي ما بتخش، تخش القبر ده جيب ما في ذاته تخطها، وين بطاقة؟ كفن بس. ما دينك؟ الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني في شنو؟ ما علمك؟ تقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. دي أسئلة القبر أربعة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟ بس أربعة أسئلة في سنن الترمذي وفي مستدرك في سنن الترمذي وفي مسند أحمد، وذكره الألباني في أحكام الجنائز من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه. دي أسئلة القبر أربعة. ولذلك انت ده الموضوع توازر ناس الدين يا أخي، في كلب كلب يا ناس مشى مع فتية، الله جابه في القرآن، وجابه في القرآن سورة الكهف، جابه بقعدة ذاته وكلبهم باسط ذراعيه، كلب ذاته قاعد بمزاج، جابوا بقعدته في القرآن وكلبهم باسط ذراعيه شنو بالوصيد، قاعد برا. انه كثير قال الكلب قاعد برا لأن الملائكة ما بتدخل بيت فيه كلب، عشان كده كلب ده قاعد برا برا الكهف راقد 300 سنة راقد الكلب، الله جابوا رافق لنا ناس موحدين. طيرة يا أخ طيرة في القرآن، طيرة الطير ده ما كثير، الطيرة دي جابوها في القرآن لأنه عندها غيرة لله تعالى. وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد جراجع فقال أحط بما لم تحط به. وسليمان مكث فترة من الزمن بسيطة، بعدين الهدهد جراجع قال له أحط بما لم تحط به، يعني أنا عندي خبر انت شنو؟ انت ما عندك. وده ليه نبي سليمان عليه السلام هسه يجي يقول لك والله زولنا ده بعرف الرايحة؟ هو نبي قال له، والهدهد قال له أحط بما لم تحط به، الهدهد يبقى أفهم منك؟ أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد زعلان، والله بشر عنده عقل وعنده الراس، زعلان منهم عشان حاجتين. قال لي إني وجدت امرأة تملكهم، أول شيء قال له الناس ذيل مالكاهم مرة، رجال بيش نباتهم مالكاهم مرة، عليك الله ذيل فاهمين. شوف الهدهد زعلان، إني وجدت امرأة تملكهم، يقول لك إمامة المرأة أوك يا زول، إمامة المرأة بصلي بك راجل الله يوفقك تخشع، تصلي بك مرة باقي لك بتفهم شي في الصلاة دي؟
دي لما تقول استووا جماعة بكون الوضو بطل ذاته. تلعبوا بالدين يا ناس، استووا باقي لك الرمتالة جت ما بصلوا في الصف الأول، استووا تلعبوا بالدين. والله الذي لا إله غيره، كأن واصل الموضوع ده طويل. ولذلك الهدود قال لي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تاني مزعلك شنو؟ والتاني ده هو المزعل أكثر شيء. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. عليك الله أيها البشر، نحن الطير ما بنسجد لغير الله. هدود قال النازل بيسجدوا للشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، النازل ما يسجد لله سبحانه وتعالى، دي طيرة تغضب لله سبحانه وتعالى. فلذلك انت تدافع عن الله وتعيش في الدنيا دي تنشر دين الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة انشروا الدين وبلغوا دعوة الله. والدعوة دي ما خاصة يا جماعة ولا حزب ولا طائفة، دعوتك انت كمسلم، انت مش مسلم دي دعوتك، ادعو الناس لله. ومن احسن قولا ممن دعا الى منه؟ الى الله، الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا اخي زول تلقى مندوب في شركه، شركه تلقاه بتاعت بسكويت ولا لبن بودره ولا غيره، تلقاه مندوب امشي للتجار وبعدين بعدين التجاره دي شنو؟ يدعو الناس ليها. بسكويتنا ده سمح وبياكلوه من غير سكر، وسكره كثير وظريف والبسكويته طويله وكذي، ده بالدعاء عربيه مندوب ده شغال لشركه بس بيدعو الناس لشركه الدعاء عربيه. وبعدين يمشي يشتري لبيت ولا ياجره وتلقاه نظيف وخات القلم بيجاي ومتريح وشاكل بنطلون ما صح ما تشك. بعدين تلقاه شغلته ما بلبله وتلقاه قروش، تقول له انت شغال شنو؟ مدير الشركه. يقول لك لا مندوب والله بس بقول للناس تعالوا اشتروا. زول شغال مع شركه مرتاح كذي، انت بتدعو الناس لله ما بترتاح؟ بعدين ترتاح في الاخره، الدنيا دي ادعب فيها ما مشكله ادعب، لكن بعدين بترتاح. فبلغوا دعوه الله سبحانه وتعالى. قالوا له انا تطيرنا بكم اي تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. الرسل ردوا لهم قالوا طائركم معكم، سبب الشر ما نحن، انتم وسبب الشر عندكم انتم، لأنهم على الكفر والمعاصي. والله قال في القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المصائب دي سبب الابتلاءات والله لا غير، المصائب. وفي المقابل الطاعة والتوبة والإيمان والعقيدة الصحيحة والتقوى سبب الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. زي حال ناس، ناس كتار متضايقين ولك يا مولانا والله العيشة عديل بقد بجنيه واحد بس، بجنيه العيشة بجنيه اي، وقاعد تاكل ولا ما ولا ما قاعد تاكل؟ لا قاعد اكل. ما تقول الحمد لله عشان تبقى عيشتين يا اخي. الله ما قال واذ تاذن ربكم، واذ تاذن ربكم لئن شكرتم شنو؟ لازيدنكم. انت ما تقول الحمد لله عشان تبقى عيشتين، هو ياكلها تلقاه يقرط فيها وياكلها ولك لا العيشة بقت بجنيه يا مولانا. تهبش جيبه تلقى في كيس العماري ممتاز بأربعة جنيه. سألت واحد الكيس بتاع الصعود بأربعة جنيه، ما متضايق ما بقول لك والله الكيس ده زادوه بعد كعابته دي اشتريه، والعيشة يقول لك زادوها بجنيه. انت ما بتعصب يا الله كيف ما بتزيد؟ وزول واقف في صف العيش ودردم في السفة يعني مصر يعصي الله، مصر واقف في صف البنزين وتلقاه مشغل الغنى في العربيه ذاته مكندشه، افتح القزاز تلقى الغنى شغال. ما مشكله والمشكله، هسي دي ما مشكله ذات شغلتك دي ما مشكله؟ انت بتلعب بالدين
ولخبطة كثيرة جدا قاعدين في البلد. أشكر الله الرزق ده ما عند فلان ولا إلا الرزق ده فوق، لسه الناس ما مصدقة. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأقسم لك قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم شنو تنطقون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون للحد، لأن الإسراف مجاوزة الحد. بعد ذاك رب العزة والجلال قال وجاء من أقصى المدينة رجل شنو يسعى، رجل ده في أقصى المدينة، عشان تعرف إنه الدعوة دي ما بقيموها بجنس ولا بمال ولا بمنصب ولا بجاه، دعوة دي والله تبلغ دعوة الله تبقى من أعلى الناس. يا أخي عطاء ابن أبي رباح هذا كانت أمه تقول له في الصغر وكان دميم الخلقة، تبارك الله أحسن الخالقين، شكله دميم يعني إن شفته كيف شكله ما وجيه وما عيب. فكانت أمه تقول يا بني تعلم تعلم فإن هذا العلم يغطي عليك منظرك، أو كما قالت. فكان يتعلم يتعلم. لما كبر أمير المؤمنين أعلم في الحج، قال لا يستفتى في الحج إلا عطاء. الحج ده شت ما تسأل زول إلا منو عطاء. وكان الشافعي يقول في بعض المسائل أقول فيها بقول عطاء، يقول أنا ما عندي دليل لكن أنا غايت بوافق كلام عطاء الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك أنت تتعلم وتنشر دعوة الله سبحانه وتعالى، ده كله زائل. إن أكرمكم عند الله شنو أتقاكم. الزول ده جاء من أقصى المدينة، ودائما الناس اللي في أقصى المدينة بكونوا من الفقراء، الناس المرطبين بيكونوا في النص، يقول لك هنا المتر بكذي وما بعرف المترين بكذي والسهريج ضارب بفوق، هناك لا سهريج بل كارة بجيبوا الموية، أمور واضحة في أقصى المدينة قاعد هناك يمكن في العشوائي ذات. المهم بعدين جاء من هناك وجاء يسعى، الموضوع هاميو شكي الداعي إلى الله الدعوة دي تهمه، ما يجي كسلان فتران يحنسوا تحنيس عليك الله راح سوي لنا محاضرة ولا ما جينا كان ما جيتنا يا أخي حنسوك لدعوة الله. يا أخي الدعوة دي تعال نشيط لها. قال لك وجاء من أقصى المدينة رجل شنو يسعى يسعى جاي يسعى، موضوع هاميو مش حنسوه. ولك والله اللي عندي ما قادر أسوي أي نصيحة، مالك والله عندي دين، يعني كان دينك ما تفك ما في نصايح. في ناس كمان بالمزاج يقول لك والله الليلة مزاجرة يقايته أن أسوي لي نصيحة، يعني الدين بالمزاج، فتران تقوم تسوي نصيحة، زهجان تقوم تكلم وكذي تفشى في أهل البدع ده ذاته ترتاح. زهجان يا أخي دين الله ده تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، وإن كان الدين ما فيه تفشي لكن تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى تنشره بين الخلق، دي دعوة يا أخي، دعوة تشيل همة الناس. يا جماعة في الباطل تلقاهم يكوركوا، انتوا ما قاعدين معانا هنا، أنا ساكن بيجاي، سكنت بيجاي كل يوم سامع البيت تكورك، ما سامعين انتوا الحفلات دي لكم هنا ما قاعدين تسمعوها، شغالة بتدقة البيت شغالة حفظوها ذاته شغالة بتدقة. أهالي صعبين أزعل ترشق تشقة، أنت دار الشقق زي البتيخة شغالة بيت بيت، ما خجلت تنشر في الباطل، أنت بتخجل تبلغ دعوة الله. أنا مشيت ماشيين على الدوام نزلنا محل فطرنا لقينا بتاعين الشاي كاتبين في الشاي كاتبة البيت كاتبة كذي الدائرنا في حدق العيون بنخته والما بينا زي صفق الشجر بنحته. شوف ديل واضحين كيف الناس في الباطل واضحين، انت دعوة الله اللي تخجل فيها تقعد تدسدس، وانا والله والناس زي يمكن يقوموا علي، ما يقوموا انت خليهم قاعدين ليه؟ خليهم يقوموا عليك يدوك كف في الله تاكلوا زاي ادوك عكاز حكا وقول الله يتقبل، امش لاخونا ده ولا هسي قاعد بتاع الباسطه انا شايفه ورا
من زمان انا هنا في الداخليه ببيع باسطه لازم ما اعرفه قلبها فول ولا باسطه امشي كل باسطه انا مره الجماعه دي شغلوها علينا كثير في الجامع هناك قبل ما يحولوه بعدين مشيت له قلت له اسالك بالله الباسطه اكثر شيء بياكلوها ابو دقن ولا الباقين الله قال لي خليها ساي بس ناس عجيبين ذات يا ناس بلغوا دين الله والله انشروا بين الناس والله في شباب بينه وبين الخير كلمة طيبة والذي رفع السماء شباب كتار يعني مشينا مدني حلقة بيتكلم في الحلقة العصر جاء واحد بتاع ركشة ووقف ركشته بقى يسمع كلام عجبه يسمع الآيات والتوحيد والأحاديث جاءت مرة الحلقة شغال قالت له مشوار قال لا الليلة ما في مشوار دين الليلة بس قال والذي رفع السماء انت عارف بعد انتهى بعد انتهت الحلقة الزول ذكر قاعد يبكي والذي رفع السماء قال انتوا من زمان وين قال انتوا وين قال من زمان ما تجونا تورونا الدعوة قال ورونا الحق وناس كتار زي ديل دارين دعوة الله سبحانه وتعالى فالناس تبلغ دعوة الله قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الرجل ده ذكر ست جمل والجمل دي احفظها كويس ذكر له جمل الجمل دي والموقف ده الله جابه في القرآن وإن كان في رجال كتار في الدنيا لكن الله جاب ده في القرآن في زمنه مع الرسل ديل وأنا غايته ما بتوقع زول مسلم بيقرأ الآيات دي إلا وبيحب الرجل ده براك تلقى نفسك متكيف له كان ما عرفت اسمه ذاته لأن علماء اختلفوا في اسمه بعضهم قال حبيب النجار وبعضهم قال النجار حبيب وبعضهم قال حبيب الإسكاف يعني بسوي النعلات وبعضهم قال المنطقة أنطاكيا ودي نقلها ابن كثير نقل بعض الأقوال دي والسعدي في تفسيره قال هذا كله لا يثبت قال لم يثبت لدينا وإنما هذه القصة في القرآن نحن نأخذ العبرة من هذه القصة الرجل ده قال له جمل عجيبة جدا عليك الله أحفظك كويس واعمل بها وادعو الناس ليها قال يا قوم اتبعوا المرسلين دي أول جملة قال يعني أنا ما بدعوكم تبقوا معايا ولا مع حزبي ولا جماعتي لا اتبعوا شنو المرسلين ولو اتبعت المرسلين لتنجو وإن تطيعوه تهتدوا الله قال كذي سبحانه وتعالى والله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ومن يطع من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله عليك الله الجنة دي لو ما فيها إلا دي مش كفاية الجنة دي أسئلة وراكوبة خلي أشيل وذكروا لك لو الجنة دي راكوبة بس راكوبة تخش تلقى الرسل قاعدين وتلقى الصديقين وتلقى الشهداء وتلقى أهل الصلاح قاعدين جوا ما كفاية زول يقعد بجاي موسى عليه السلام وداود سليمان والرسول عليه الصلاة والسلام ما كفاية جدا فما بالك النعيم التالي واحد قال لي هناك في مدرمان قال لي والله الجنة دي أخشى أنوم نوم قال لي قلت له هذول بنومك شنو في الجنة انت في حور عين وفي انهار واشجار بنومك شنو والله قال لنا في الدنيا دي فتران فتر داري خش نوم قال وانت خش جوا القطيعه بتروح والتعب بيروح وما في شيء ما شفت الكذابين ديلك جابوا في الجريده قالوا الشيخ جال المراه وعمل لها عمليه والشاش من الجنه قال الجنه فيها شاش ولا حقنه ما فيها الجنه جنه فيها مستشفى ما فيها مرض ذاته شوف الناس ذلك وكلها لخبطه باسم الدين فلذلك انت بلغ دعوه الله دي قال له نتبع المرسلين دار تنجو
تابع الرسل. اثنين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما غير منكم حاجة الدنيا، أجرا يعني مالا أو عرضا من أعراض الدنيا، مش الأجر بتاع الآخرة. زول ما داير منكم قروش، الداعية لو طلبوا الدنيا دعوة انتهت، والله لو طلبوا الدنيا انتهى خلاص، لكن لو داير الآخرة دعوة بتمشي طك دي. لو بيتكلم عشان الآخرة والناس تنجو دعوة بتمشي. ما شفت في صفة الصفوة قالك أبو عثمان الحريري جاء جلس عنده مجلس كبير، بعدين جاء جلس وقاعد والناس ساكتة منتظرين الموعظة والدرس، قال لهم بس بيت شعر بس، قعدوا يبكوا شت، قعدوا يبكوا هو ذاته قاعد يبكي، سكت مزاف، وبعدين قال لهم وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال له أنا ما تقي، بقول لكم اتقوا الله، زي الدكتور اللي بيعالج الناس هو ذاته شنو عيان، وده من تواضعه رحمه الله تعالى. فطأطأ رأسه فبكى الناس، لأن الكلام نحسبه من القلب طوال بخش شنو القلب، لكن كلام ساي بتاع تهيج ساي وجوطة ساي، ونحن وفي هذه البلاد ثم إنه ما تفهم خطبة ذاته ولا أخبار رياضية شغالين، وثم إنه ولا بد وحقيقة، ولما تمرق ما بتصل للحقيقة، كلها لخبة زاي. وفي الأطر والخطة القادمة، والخطة دي سويت فيها شنو القادمة خليها، ولا نحن ولا بد ثم إنه تهيج الناس زاي، وتغش لهم مديون آيات وحديث، واخلص لله تعالى. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي زول داير على الدنيا ده ما تسمع له، ده بضيع زمنك زاي. والله زول ظهر لك إنه الزول ده زول دنيا ما زول دين، ما تسمع له، يجيك شايل له مخلايا. الأذان أذن. اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي عرضا من أعراض الدنيا، لا مالا ولا عرضا. شكي الزول لما يجيك شايل له مخلايا، شايل له باغات جوا كريستالات وأوراق وحطب وعيدان وحاجات وطلاسم، لك الباغة دي ب50 عشان كنتوا ب30، ده من لا يسألكم أجرا، ولا ده يسألكم أجرا ذاته، ده يسألكم أجرا ذاته. والله شايل له باغة، أنت تمشي المسجد عيان تقول وين الشيخ؟ لك الشيخ في المستشفى. مارو؟ والله الليلة حاسي شوية. والشيخ في المستشفى مش مفروض يركب له ركشة يلحقه وذاته يمشي يرقد له في عنبر؟ العيان ده تلقاه منتظره، يقول لك أن ننتظره ليه؟ لا، يقول لك الزول عنده باغات كذي ومحايات وبخرات خطيرة جدا، يا زول هو كان خطيرة بيمشي المستشفى، وزولك ذاته عيان في المستشفى، انت تقعد ترجع هنا ولا تركب ركشة تلحقه؟ انتظروا بعد شوية يجي شايل كيس الشيخ ذاته، الكيس مكتوب فيه صيدلية اليد البيضاء ولا صيدلية الشفاء، بعدين تلقاه تقول له وين الشيخ؟ الله يقول لك الليلة غايته بطني دي قالب علي، ومشيت غايته الدكاترة ديل ادونا الحبوب دي، قال له كله كم؟ الله قاله كله 6 ساعات أبلع عليك حبة، والكبسولة دي عند اللزوم. يعني الشيخ بتبلع بتاعت عند اللزوم اي؟ وطيب انا عيان، عيان جيتنا من هناك المبروك اي، يديك باغه يقول لك هاك دي تشربها ما بجيك اي مرض. وطيب انت ما تشربها؟ انت دي بتشتغل 200 ما تشربها انت ذاتك؟ وانت ما تبقص لي الحبوب بتاعتك دي؟ لا والله انا ما يقدر يجاوب ذاته. يا ناس الزول يبقى عاقل، الناس زي العقول سلبوها جدعوها، ما عندهم عقول والله ما نبز حقيقة. يعني زول يا جماعة بلقى طفله صغير يأكل في التراب، يقول له طفله كاكا، للطفل يقول له كاكا، الطفل يكبر يلقى أبوه بيأكل في التراب بتاع القبة
يعني ده يقول لك هكا برضه ولا كيف؟ ده باقي لك يقول لابوه شنو يعني؟ انت قبل ما قلت لي ما تاكل التراب بس بتاكل بمالك انت يا حاج؟ انت برضه بقيت طفل ولا الحاصل شنو؟ ولا يقول لك ولدي ده فيه بركه، فيه بركه في القبه دينا. اي يا ناس، ولو البركه في التراب ذاته الحرم ده كان سوى سيراميك؟ ما كان خلوه التراب يجي يخموه، صح ولا ما صح؟ كلها لخبطه زايا زول، في بركه في تراب تشيل لك التراب تتبرك به وكذي. هو المكان المبارك ذاته لو مشيت نمت فيه ما بتستفيد من البركه. هسه الحرم ده مش فيه بركه؟ لو مشيت نمت ساي بتستفيد؟ ما بتستفيد. لكن لو صليت فيه صلاتك مضاعفه ولا ما مضاعفه؟ مضاعفه. يبقى المكان المبارك ذاته ده لو فيه بركه، محلك ده لو فيه بركه ذاته. فلذلك قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لأنه في زول ما داري منك قروش، انتبه لهذه كويس. في زول بيجي يقف قدام الناس ما داري منك قروش، الأولى دي مرق منها، لكن عنده منهج خرب داري يديك له. زول ما داري قروش لكن عنده منهج كعب شايله في قلبه ده، داري يديك له. لكن الرسل جمعوا بين الأمرين، لا يسألون الناس أجرا أي أجر دنيا وهم مهتدون، عرفوا الصراط المستقيم وسلكوه، ويريدون من الناس أن يسلكوا هذا الصراط المستقيم. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بعد ذلك قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، والله خلقني ليه ما أعبده؟ هو خلقني عديل كذي، خلقني عديل كذي، أنا ليه ما أعبده؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى قال في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. اسمع الأربع حاجات، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ فيه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأربعة دي الجماعة خشوا فيها، الأربعة، الله الذي خلقكم، في ناس جو خاشين قالوا نحن بندي الجنة، تدوا كيف يعني؟ كذا أشرح لي، بتدي الجنة كيف؟ بتتزوج المرأة بتتزوجها؟ لا من بعيد ساي بديها، من بعيد بتديها كيف؟ ده مش سؤال، يفتحوا البلوتوز يعني من الطرحة ولا وين؟ المرأة دي تديها جنة كيف؟ ترسل لها انت قول لها افتح الشير، انت المرأة دي بترسل لها الجنة كيف؟ انا داير افهم المرأة دي. انا ما مش سؤال منطقي، انا داير اعرف. الجنة ده ما معروف، الجنة ده بيدي منه الله، بيدي كيف؟ والدبرك بيتزوج هنا بدعشوشة، بعد ذاك بيمشوا اسبوع، بعد ذاك بيجوا والامور بتوضح وبياكلوا شيء وطحنيه والامور واشه، صح ولا ما صح؟ ده بدي جنى كيف؟ بس السبحه دي بتجي جنى بس كذي، اديتك خلاص كذي بس كذي، انت يدك دي بس كذي بتجيب دي شغاله اغمار صناعيه ولا جنة. يا ناس، والذي رفع السماء ديل بيخدعوا في الامه، واياك تدقس. انت ما تزوجت الحمد لله اداسي، لكن بعد تتزوج اياك تدقس دقسه زي دي. ده مش يقول لك راح يدوك جنة تكون لا في زاي، تمشي تقول لها شيخ انا دار جنة، يقول لها لك دخلها على ام الفقراء ومش ليه، يقول لك مش ثلاثة يوم اللي بيط في حفرة هناك تدفينه وتعال وتدفينه وتاني التراب في خشمك. يقول بيخلي مرته في محل. يا ناس والله، قال ان الرجال الناظرين، مش اللي بيخدتهم معاه، ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. فالكلام ده خطير كيف؟ ده كلام القحطاني. قال إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. تخليها زاي في كديسة تقول لها حرس اللحم ده والله حرسته لك، تاني تعال بمزاج سوي شيء، سوي حلة إلا تلحس الحلة ساي تلعب. يا أخي زول
يا أخي الله قال في القرآن كلام واضح، قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ده مش كلام واضح؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وقال تعالى في القرآن في سورة الواقعة، قال في سورة الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال هناك في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، البخلق في الأرحام ده الله سبحانه وتعالى، قال في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في حفص وفي الدور فعدلك في أي صورة ما شاء، شنو ركبك، الركبك منه الله، مش اليدين ذي ركبين لك الله، والكرعين والنخرين والإضنين كلها الله ركبك سبحانه وتعالى، تنادي لك زول ما ركبه ذاته، الزول تنادي وتعتر يا فلان فلان ده ذاته، انت تقوم بكرعين ركبهم فيك الله، تنادي لك زول ما ركبه ذاته، الشيخ ده مش مركب، كلامي ده ما تشوفه حار، الشيخ يا جماعة مش الله ركبه برضو، ما قال في أي صورة ما شاء شنو ركبك، انت مركب تنادي مركب ولا تنادي الله العظيم سبحانه وتعالى، تنادي الله ما فزول بيديك جنة ما يغشك، الله تحدى الكون كله، قال يا أيها الناس ضرب مثل، ما قال فاسمعوا له، قال فاستمعوا له، فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، والله ده لما ندمرك بدمرك مرة واحدة، ما جاب الفيل ولا جاب الأسد ولا الناقة، قال لن يخلقوا ذبابا، ضبانة حداهم بها لا ما صنعوها، لقيت انت ضبانة صناعية لاقتك، ضبانة مثل عادية دي بس، لن يخلقوا ذبابا ما براهم ولو اجتمعوا له، جتت لمه مشروع صنع الذباب، الشيوخ ديل يصنعوا الأضام بتاع الذبابة، وديل الجناح وديل الخشومة وديل العيون وكذي، شهرين ما بيصنعوها ما كذي بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب ده بيستأذن ولا بيسلب سلب، حصل استأذنك ولا بخش سايدة، ده بخش سايدة الله المهيوبة ذاتها مش بتاعت الشيخ، بيخش بياكل وبطير طوال، بعدين فيه ميزة عجيبة، أنا لقيت زول بيتكلم في الذباب، قال الذباب ده عنده تخدير، قال بديك طعنة كذي تخدير، بعد يخدرك قال تاني بيشيل الحاجة الدائرة، بعد ذاك بيطير، التخدير بيفك انت يا دوب قايل وركه وفات، تيجي تضربه بتلقى فات مشى، واقف فوق جنب المروحة يقول لك اوه السلام عليكم، وبيقى مارق ياكل ياكل، شفته وطير فوق، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، زول حقه من الضبان ما بمرقه، يمرق لك حقك الرايح من اخر الدنيا، تعتر تنادي يا فلان الحقنا وافزعنا وجيب لي الرايحه وين، وقال لك وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب البنادي غير الله، والمطلوب البنادو ذاته، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، الله ذا قوي يا جماعة، الله رحمن ورحيم وملك وعنده أي شيء، ألجأ له ما تلجأ إلى المخلوق، زول زيك يا أخي، أنا والله مشيت زمان ود الفاضي، والله جاء واحد يتكلم ذكر لك قصة مضحكة لكن مفيدة جدا، قال واحد قال وذاك عقيدته صحيحة وصاحبه عقيدته في الشيخ، ما بجيب اسم ما تخاف، بعدين قال الزول قال بعدين بيناديه يا شيخ فلان وعلان ووك، اها صاحبه ده مفتح، يوم مشى معاه الشيخ وده بنادي من بعيد، يوم مشوا معاه وعادي ركبوا مشوا غرية الشيخ، الشيخ حي وكبر في السن، قال الزول جنب شيخه يقول له الشيخ
وجع الراس ولا امين ده شنو؟ يقول له الكديسه. قلت لي شنو؟ هو الشيخ بقى ما بيسمع زي الناس. الكديسه ما لا؟ يقول لا الشيخ انا قلت لك كذي. قال صاحبه ده قال لي يا زول انت جنبه هذا ما سامعك، ده نادي من هناك وهذا جنبه انت ما قاعد يسمعك زي الناس، شابك لك كديسه وهنا تنادي من اخر الدنيا. ناس ذاته فهمه غريب. هسه يا جماعه انتوا كم نفر؟ لو كلكم اتكلمتوا معايا انا بفهم شيء؟ ما بفهم شيء. لو استاذ بدرس طلبه ناس في اساس ولا غيره، بعدين جاته مش هو شيء بسكتهم حتى يدرسهم؟ ما بفهم شيء. زول نفر واحد من البشر هنا قاعد فيهم درمان، ينادوا ناس من الشرق ومن الغرب ومن وين؟ من الجنوب، من الشمال، ومن الوسط، والحقنا وفزعنا، عربيه دارت تنقلب الحقنا، وذاك ودي نادي ودي نادي، ونفر واحد بيسمعهم جد؟ لو بقى بيسمع ذاته بيسمع ولا الا يسكت ديل حتى يتكلم مع ديل؟ لكن الله سبحانه وتعالى لانه سمعه كامل لا تختلط عليه الاصوات، في وقت واحد الناس جد تناديه وهو يسمع كلامهم سبحانه وتعالى، وقادر على ان يستجيب دعوتهم او دعواتهم جميعا. فلذلك الانسان يلجا الى الله ويوحد الله. قال وما لي لا اعبد الذي فطرني، يا اخي الله خلقني ليه ما اعبده؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره جل وعلا. يقول فلان بيعمل وفلان بدي وفلان بيسوي وفلان ما بعرف وفلان 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 الى اخره. يا قبل فتره والله قريت في الجريده جايبين واحد خواجيه، والله جايبين لها خبر في الجريده زمن جو ولا شنو. نصلي ان شاء الله وبعد الصلاه نتم القصه دي ونمشي اهلنا، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. مواصله في من قطع من حديث، قال وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. فالذي فطرني هو الذي خلقني وهو الله تعالى، وكما أنه خلقني أول مرة فإنه قادر على أن يعيدني بعد الموت، وبعد الموت أرد إليه سبحانه وتعالى. ذلك قال تعالى في سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فرب العزة والجلال هو الذي خلقك وهو الذي سترجع إليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم وجه سؤالا، هذا السؤال الذي يفهمه يفهم العقيدة الصحيحة في هذا الجانب، والذي يوفق للعمل بمقتضى هذا السؤال فإنه يسلم من الشرك بالله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. قال أأتخذ من دونه آلهة؟ السؤال ده خطير جدا، عليك الله ركز فيه كويس. قال معقول أنا أخلي الله سبحانه وتعالى، أترك الله سبحانه وتعالى وأمسك في غير الله؟ ولو الله سبحانه وتعالى داير يضرني غير الله ما بيقدر يحجز الله سبحانه وتعالى، غير الله ما بيقدر يحجز الله. لكن انا لو وحدت الله وعبدت الله العبادة الصحيحة وتركت غير الله وأراد غير الله أن يضرني فإن الله سبحانه وتعالى سيحجزه. فهمت الكلام؟ زول ترك عبادة الله ومسك في غير الله، لو الله داير يضره غير الله بيقدر يحجز الله؟ ما بيقدر يحجزه. لكن لو زول اعتقد العقيدة الصحيحة في الله وخلى غير الله، اعتقد العقيدة الصحيحة في الله وخلى غير الله، وغير الله داير يضره، الله بيقدر يحجزه ولا ما بيقدر؟ بيقدر. شكله قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذن لفي ضلال مبين، أكون ضال وضلال ذات مبين. شكر رب العزة والجلال قال في سورة الأحقاف: ومن أضل. وأضل معلومة عندكم في اللغة على وزن أفعل للتفضيل، يعني لا أحد أضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الزول بنادي غير الله ده ما فضل منه، لو سألوك قال لك أضل زول منه، ما تقول الحرامي ولا تقول البكتل الناس ولا تقول البياكل الربا ولا البعق والديه، ده ضال صح. لكن أضل مخلوق لما نعتر بنادي غير الله ده أضل زول. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. بعدين ذكر لك أربع أشياء كما ذكر ابن عثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، في أربع أشياء تبين لك إنه الزول ده أضل زول. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا جماعة الناس تتوجه إلى الله وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتفر إلى الله، أي شيء عند الله، أي شيء عند الله دار شنو تبش لغير الله ليه؟ عندهم شنو نازل؟ قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وزاته بقول لك أنا عقدتي في الفقرة معناه عارفهم فقرة. قال لك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده الرزق. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله شنو رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. داير جنة، الله بيديك جنة، الله هو اللي بيديك جنة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب. الهبة دي مجاني، مش الولد بوقية والبيت بنص وقية وما بعرف يا زولها. الله قال لك يهب لمن يشاء إناثا، في ناس بديهم بنات بس. ويهب لمن يشاء الذكور. أنا ما قلت لك قبل في قصة ما تميت لك في الجريدة، والله قريت الكلام ده، جايبنا صورة وكاتبين القصة. مرة خواجية وجايبنا شاذة، لأنه شيء يعني شاذ على الناس يعني. المرة جايبنا جنبها كم طفل، والدة واحدة تزع أطفال، والذي رفع السماء. شفت جنبها زي السواسي ولا أطفال تزع ديل لعبوا كورة براون تيم براون، هم هون يوقفوها حارس كلها لخبطة ذاتها تزع. وخواجية دي مشت لفكيد داجنا تزع تزع، أنا ما عارف ذاته. بعدين شغلتها طويلة خلاص، رضاعة مشكلة ذا، والله كان جوك ديل بسكويت بركة ساي كمل لك قروشك. والله الرزق بيد الله. لكن تزع قال ولدته انتوا جايبيننا من الله خواجيه وجايبين الجماعة جنبها. قلت سبحان الله، شوف الله ده عظيم كيف. لذلك انت تشكر الله وتتوكل على الله، دار جنة تسأل الله سبحانه وتعالى. قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم شنو ذكرانا وإناثا، يديك أولاد وبنات. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ليه ختم الآية قال إنه عليم قدير؟ ما قال إنه غفور رحيم ولا قال إنه ملك عظيم. ليه قال إنه عليم حكيم؟ لأنه الزول الدار يصنع لابد يكون عنده علم. عظيم يقول لك البلد دي فيها موارد لكن دارين ناس يصنعوا في البلد، يعني في بلد من البلدان. ويقول لك البلد الفلانية فيها علماء لكن ما فيها موارد. عشان تتم الصنعة لابد العلم والقدرة. عشان كذا ختم الآية قال إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فإنت دار جنة تسأل الله
يا أخي إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، بعد كبرت في السن، على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع شنو الدعاء. إبراهيم عليه السلام لو لم البشر تك من آدم عليه السلام لما تقوم الساعة، ده تاني رجل في البشر كلهم لو لمون، أفضل رجل رسول عليه الصلاة والسلام، بعد طوال منه إبراهيم عليه السلام قال إن ربي لسميع الدعاء، يعني أنا بسأل الله وبديني، ده إبراهيم عليه السلام. تقول لي فلان بدي وفلان بدي، وقال على الكبر. ابن كثير قال رزق وهو ابن 84 سنة سأل الله سبحانه وتعالى. أنت تسأل الله؟ والله عندنا واحد في البلد بعرفه باسمه وناس بيته، الزول تزوج مرة 7 سنة ما في ولد، طلقها، زوج الثانية 7 ولا 10 سنة ما في ولد، طلقها، الزوج الثالثة السنة الأولى الثانية الثالثة ولدوا له 3 تيمان ورا بعض، مثلا 3 كده مروا بيتين ولد بعرفه باسمه بعد قريب 23 سنة ولا 20 سنة ولدوا له 3 تيمان. ما الله بديك انت ما تصبر، بس انت اسأل الله ويمكن له خير ذاته، كان جينات ديل كان جوك لخبطوا لك شغلتك، أخير تصبر بعدين في الجنة الدار بتلقاه هناك، الدائر لهم ما يشاءون فيها، أي شيء دائر تلقاه في الجنة. ما تتضايق يا أخ أنا ما جاني جنة، أسأل الله يدي جنة، يقول لك والله الجنة دي مما جاء فلس بينا كل ليلة الحوادث ولين الناي وبابا عارف والتسنين وغيره. ابن آدم ده شفته ما قليل اللي بيشكر الله سبحانه وتعالى، كلهم متضايقين برا أمشي أسألهم، كلهم متضايقين إلا من رحم الله تعالى. فأنا ما دار أشتت لك الكلام، أي شيء عند الله داير شيء تسأل الله، ما تسأل غير الله، ما عندهم شيء، ناس بشر زيك كيف تناديون وتلجأ لهم يا فلان الحقنا وفلان فزعنا وفلان كذا، وتقول تلقى متزوج جديد سايق المرأة معه ماشيين، المرأة تعتر ماسكهم تنادي لها زول وقاعد، معناه شنو؟ معناه ده عتود ساي، ما كلام واضح، مزول اتزوجها عترت نادت راجل تاني، معناه انت شنو؟ ما مالي عينه ولا كيف؟ ما انت عتود ساي شغلتك وقت معين بس، ما عندك شيء، لكن في النهايه دي لكن المراه الموحده دي بتحترمك، موحده دي بتنادي الله، بتزعل انت؟ ما بتزعل، بعدين بتكون مالي وتقول لك انا والله غير راجلي ده ولا بعاين، دي المراه الموحده عقيدتها صحيحه، لكن ديك انت تمشي الشغل بتمشي تسوي لك كادوك انزول ساحر، تجد خليك من الشغل تلقط في الاكياس لما تصل البيت، وهذه الاكياس وجميله وتقعد تعاهل لك تجين مره واحده كان ما حصنتها، تمشي للسحره والدجالين ولغيره. فخلي عقيدتك في الله صحيحه، والذي رفع السماء، قال تعالى في القران ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، اي زول بنادي غير الله ما مصدق القران والله، يا اما ما قراه وما سمعه يا ما مصدقه، لأنه يا جماعة ما ممكن أنت تكون مصدق القرآن والله سبحانه وتعالى يقول لك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، وتقول لي بينفع، ولا يضرك تقول بضر، معناها أنت شنو؟ أنت معاند، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عشان ما تعلق لك حجاب، حجاب بتاع سكين، حجاب بتاع مطوى، حجاب بتاع عقرب، وحجاب بتاع محبة، قال بتاع محبة قال، حجاب بتاع رزق، وحجاب بتاع وزول وحاجة بيشتروها بتجيب رزق، يقول لك ده بتاع رزق وما فطر ذاته، قاعد جيعان اللي بيبيع لك ده ذاته، تلقى ما فطر وخدت له راكوبة وشايل له حطبات، وانت ذاتك ممكن تغشه، مش بيبيع في حطبات وحاجات، انت ذاتك يتناول لك حطبة في الشارع ويدع عليه، بعد شويه خليه يغفل قول له ده حقت شنو؟ كان ما قال لك حقت نزله، وانت ذاتك اللي خطيتها، بينجروا ساي بينجروا، غلبتهم الشغل، زول اشتغل ركشه لقى السلك بيتقطع كثير، اشتغل طلبه الباغه بتقع، ما يده ماشي، المهم الباغه بتقع، اشتغل في الفرم شغله مسخنه
بيدخل كوريك ويمرقوا حارة والسخانة. قال والله الشغلة دي كلها جايطة أنا بجازفها. افتح بابه الكبير وجيب لي شوال دقيق. صلوا ما يقولوا جماعة. بعدين يجيب لي شوال دقيق يسوي لي زلابية. يومين ثلاثة زلابية. بعد يومين ثلاثة يجيبوا له مديدة بالزلابية. ثاني شاي لبن. ويسوي له علم فوق الطريقة الزلابياتية. سوي له زلابية بعد أسبوع ناس الجريدة يجيبوه. ظهور طريقة خطيرة في أم درمان. وشيخها شيخ الزلاباتية حفظه الله تعالى من كراماته إنه زاد مديدة رضي الله عنه. بعد شوية الجماعة اكتروا. أنا عندي وجع عضان يجيها. يا أخ واحد في الجزيرة في الحصيصة الناس دارة تفطر في رمضان فاضل ساعة. قال لي ولده والله ما جبت لي عصيدة من شيخ فلان أنا ذكرتها في موضع تاني وسميته ما دار سأسمي مراعاة للمصالح والمفاسد. قال لي جيب لي العصيدة من الهلالية في شيخ هناك في الهلالية ما دار أجيب اسمه برمي بالعصاية كذب لخبطة ساي مش كذب لخبطة أمش أقرأية الكرسي شوفوا يرمي زول أقرأية الكرسي جنبه. فقال لي وامي جيب لي عصيدة من هناك ديلك عصيدتهم فيها بركة. المغرب قرب قال لي يا زول ساق العربية مشى لأخته في الحصيصة ذاته. قال لا سوي لك عصيدة يا أخي الحاج ده نسوي له شنو. قال أخته سوت العصيدة ما عارف حمضتها زيادة عليمة ربها. المهم جاب العصيدة جاءوا مع المغرب قال له هاك يا حاج هاك يا حاج. وقالوا مشى جابها من البلد ديك أكل له لقمة. قال له الله بركته ظاهرة. قال يا حاج البركة دي في بيتك دي انت جاري للبلد ديك يا حاج انت بغشوك أوهام. والله والله عايشين في أوهام. زول السما دي جت ما أغنعته. السما دي عظمتها جت ما أغنعته إنه الله ده قوي وقادر على كل شيء. وكان الله على كل شيء مقتدرا. تما تلجأ لي الله يا أخ ما تسأل الله سبحانه وتعالى بوفقك. فالكلام يطول. الرجل ده لما قال لهم الكلام ده بعد ده قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. ولا دسة دعوتك ما دسة دعوة واضحة ناس توحد الله تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما فيه ضربوه وكتلوه. لما انكتلوه الله قال قيل ادخل الجنة. خسران زول عمل له موقف في الدين كتلوه قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال السعدي دعا قومه حيا وميتا. زول قصده هداية الناس ما قصده ساي يعني كلام ساي لكن قصده هداية الناس. عشان كذي بعد كتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. قال السعدي لحقارتهم ما بيستحقوا. وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة صاح بها ملك من الملائكة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالكلام يطول. فالناس تأخذ من الآيات دي عبر مش أقراها ويتدبر ويتفهم فيها ويتذكر بعض المعاني التي ذكرناها تدلك على توحيد الله سبحانه وتعالى. وأن الموفق من وفقه الله لنشر هذه الدعوة بين الناس ودي دعوة صافية. والذي رفع السماء دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه.